يا إلهي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيسبر كو فو الي بيان. لو لايف هذا سي ان لايف تاع الدقيقة الأخرى. عندي لكم بون سيربريز، عندي لكم اون تري تري بون سيربريز. جو في بارتاجي افيك جو دابور راح نعرفكم على اون بيرسون تري شير ا مون كور. سي بريسك سي تيل كي ما ايلفي، هي اللي ربي. اون بيرسون عزيزة عليا بزاف بزاف، راح تكون عزيزة عليك على قلوبكم بزاف بزاف. اي جون سو سور في شاك فامي عندكم اون بيرسون كيما هاد لا بيرسون عزيزة عليكم في ديالكم. ربي يحفظها وربي يحفظها لكم انتم تاني. نستناو برك يا جماعة ليكيب يتلمو كامل. هاد لا بيرسون راح تعطيكم ان كيك في ميزون، ان كيك دو غران مير، ان كيك ساهل وبنين كيما يقولوا ما شاء الله عليه. هادي سي ما غران مير، ma grand-mère maternelle. C'est elle qui m'a presque, c'est presque c'est elle qui m'a élevé. راح نعرفها عليكم. normalement تعرفوها la célèbre Mimicha. اللي يعرفها normalement يعرفها، اللي ما يعرفهاش راح نعرفها عليكم. راح تقدم لكم ان كيك مغربي à sa façon. tout le monde ما كاش اللي ما يحبش لو كيك مغربي grand-mère. راح تقدمه لكم بطريقه سهله جدا جدا سهله وبنيه بزاف بزاف. راني مانيش نشوف لي كومونتير تاعكم يا جماعه، مازالوا لو ابارامون الغاشي راهو مازال ما تلمش. يا راكم خدامين ولا راكم لاتين؟ نسناو برك يا جماعه لو نومبر دو في يتلم ونو دوما لنا لا روسيت. هي كيما راكم على بالكم ان كيك مغربي سي تان، يعني ماشي حاجه كبيره. حنا نخليكم مع جدتي الكريمه، ربي يحفظها ربي يطول في عمرها ان شاء الله. انا بو موا هي البركه تاعنا تاع الدار. قد في عمرك ميشا؟ انا 84 عام ومازالت الله يبارك. بون هي الي دو كابيلي تاع الكابيلي، الله يبارك ما يكبروش يا خويا يا خويا. الله يبارك لا غروند كابيلي، ماشي بجايه لا غروند كابيلي. انا 84 عام والله يبارك فحله وشاطره وكيما يقولوا حاجه ما تكولها. وكم عندنا بزاف ما تلاقيناش، ولا جيتي ابسون جيتي اون تونيزي. اليوم جاتنا، عندنا بزاف طلع، عندنا بزاف ما جاتناش، كانت شويه مريضه. جات فيديو قلت لها ميميشا، حنا هي اسمها عاقله، حنا نعيطوا لها من صغرنا، من صغرنا نعيطوا لها ميميشا. سيتو بليس خاطر الكيك تاعك. قالت لي هيا وليدي ما كتحتاجش. قلت لها بار لا ميم اوكازيون نديرو ان لايف باش الشعب تاعنا يكونوا المتبعين تاعي يشوفوا لا غوزات. بون خليها معكم بلا ما نطول عليكم بزاف. هاي قدامكم قدمي هنايا باش ما تفتحش ميشا. هاي معكم جدتي. السلام عليكم. راهي لابسه لابسه الطابليه يا جماعه، اتونسيون. السلام عليكم وربي يخليكم ان شاء الله. وربي يخليكم ان شاء الله، ونتمنى لا غوزات الكيك هذا اللي نقدمه لكم ان شاء الله يعجبكم. واللي كيسمع في حاجه شويه ما تضحكوش عليا، اللي كبيره الله غالب. على عريفه. اوكي بون ليكيب، دوك نعطيكم ندورو لا فيديو وتشوفوا المقادير مع بعضكم. بون واش عندنا في المقادير ميميشا؟ عندنا خمس عظمات. رفعي صوتك مليح مليح. عندنا خمس عظمات، عندنا خمسه بيض، قول 50 غرام زبده دايبه. دايبه هي بون. قلت لكم عندنا خمسه بيض كاملين، عندنا ابوبري 50 غرام زبده. 50 ولا 40 الى 60 فوالا. هي تكون دايبه، هي ما تكونش سخونه. لا ما تكونش سخونه، هكذا كيما السمك يرجع شويه مطروق. داكور زيدي. ونص كاس زيت. نص كاس زيت الكاس اللي هو هكذا. شوفوا الكاس يا جماعه، ولا الكاس يعني نورمال كاس تاع الدار، تاع الدار اللي نشربوا فيه الماء. نديروا تسمى خمسه عظمات، خمسه بيض، من 40 الى 60 غرام زبده، عندنا نص كاس زيت. اي ليكيب يعني ا بو بخي اون فادير واحد 100 غرام زيت هذا كيب. داكور اوكي، تسمى اون سي جامي، العباد ما يعرفوش كيلو. وكاس سكر، نفس الكاس. نفس الكاس عندنا كاس سكر، كاس سكر، كاس سكر عادي. ايوا اوكي. باكي ونص خميره، خاطر المول موش كبير. قالت لكم باكي ونص خميره. ايوا اوكي. وسكر فاني ساشي ولا الكسور تشينا ولا القارص، شنو اللي عندكم؟ داكور. غرفه تاع كاكاو في الاخر، غرفه تاع كاكاو. هاي وتخلطها كيما نقولوا من بعد ما تفرغ العجينه. والفرينه، الفرينه قداه نديرو؟ قد ما
قد العجينه. ما تبدا تكين انا ما نوزن جامي جاي وزنت. ما توزنيش انت انا جامي نوزن. هكذا قالها شنايا. تما السفرية تصبي بالعقل حتى نطيحي في الوحدة لا كونسيستون فولي فوالا اوكي ونشا ونشا مغرفة تاع نشا مغرفة تاع نشا مغرفة تاع نشا اوكي نعاود لكم يا جماعة ليكيب لا غوسيت قالت لكم عندكم خمسة بيض كاملين عندنا من 40 إلى 60 غرام زبدة دائبة عندنا ملعقة أكل نشا عندنا باكي ونص خميرة الكاطو عندنا فارينة حسب الطالة حسب الحاجة تسمى الفارينة هي الحاجة الأكتر عبو جداتنا ما يوزنوش تسمى يصبوا الفارينة بالعقل حتى يطيحوا لا كونسيستانس فولو وعندنا كاس سكر ونفس الكاس نديروا به نص كاس زيت تسمى ليكيفالون ابوبخي تاع 100 غرام زيت ونص كاس حليب حليب فيها زيت فيها الحليب ونص كاس حليب نفس كاس بوغ لو مول يا جماعة لو مول هاوليكم لو مول هاوليكم ابوبخي نقولوا ابوبخي سي 15 سنتيمتر سور 6 ابوبخي هكا يا جماعة تسمى هذا الكا هذا المول تاع الكا كيهز لنا خمسة بيض إلا كان كبار العظام يديروا ربعة برك داكور لكن قلت لكم لكان عاد العظام تاعكم كبار تقدروا ديروا غير ربعة ربعة برك اوكي على بركة الله أموري كيف فهمتوا لغوصة دوك هي تبدا تخدم السلام عليكم كامل مغسولين 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 ميشا بسم الله اوكي راهم يشكروا ربي يحفظها لكم ربي يحفظ لها الله يبارك البركة اوكي عندنا قلنا خمسة بيض قالت لك وحدة دعي لنا معاك الله يرضي عليك والله يعطيك ما تتمني ادعي لهم دعوه مليحه هاي الله يبقى عليك السر الله يجعلك كي النخله راس في السماء وجدر في الماء الله الله ما شاء الله وديما قفتك عامره ودارك زاهيه عباك شكون هي؟ هي الاخت صالحه بسكري اللي تقدم في سميره تي في وتختم الحصه تاعها بالدعاء تبارك الله صغيره لا لا صالحه مدام صالحه بسكري صحيح تختم الحصه تاعها بالدعاء كاينه كي تعرفيها وبارك الله فيك تحبيها والله نشتيك ونعزك يعطيك ما تتمني هذيك صالحه ما دارك هذا قاسم اللي براسي عليك هيا اليوم راني انا هو لابرونتي تاعك يا ميشا تسمى تبداي بالبيض هو الاول البيض علاه؟ خاطر باه يطلع يجي خفيف اوكي قلت لكم تبداو الساعه بالبيض ما تصبوا حتى حاجه باش باش الكيك تاعكم يجيكم خفيف يجي خفيف بسم الله تما تبدا قالت لكم ليكيب قالت لكم تخفقوا البيض الساع وحده حتى ندير الرغوه علاش باش الكيك تاعكم يجيكم خفيف ابخي ما خفقتوا شويه البيض تصبوا الزبده داك انت ما تصبيش العظام والسكر تصبي الزبده والعظام ومن بعد درك راس الزبده السكر داكور تصبي الزبده هو الاول تسبق ولا بالعظام ولا بالسكر با لهنا ميميشا راهي خفقت البيض وحده لمده ابيبري اون فادير 30 سكوند 40 سكوند كي البيض تخفق صبت الزبده الزبده تكون دايبه هاي معلقه هاو 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 معلقه دايبه وخاسره ماهيش يعني ميميشا طفي على الحليب من تما الاول قالت لكم تخفقوا البيض الساعه وحده كي البيض يتخفق باش هذاك باش لك حل ها هو بليك معلق الاول واحد كي تصب تخفقوا البيض تصبوا الزبده والزبده ما تكون سخونه تكون خاتره ايوه وقتها شاف ورشه الشوكولا والمربى ان شاء الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته راهم يدعيو فيك ويعاودوك ان شاء الله
بقى دركا راح تكيل السكر اللي هو كاس سكر. فوالا راح تخفق السكر.